مرحبا، اهلا ابي، لما انت عابس؟ لأنني للأسف أضعت أسرتي بسبب الأجهزة. كنا نفعل الأشياء معا، والآن لا ألفت نظركم حين أدخل البيت. ألا تستطيعون تركها؟ نحن نحتاجها يا أبي، حياتنا تعتمد عليها. كلام فارغ، فهي قطع بلاستيكية، وما لم تخفف استخدامها سأضطر أن أقطع الإنترنت. واو، أبي يتحدث بجنون. ألا يعلم مدى أهمية هذه الأجهزة لنا؟ كأنه بذلك يقطع أجهزة التنفس عنا. ربما هذا هو الحل. أوه، محبط حتى بالنسبة لي. لا، أعني أن السبب الذي يجعله ضد أجهزتنا أنه لا يستخدمها، لكن إذا أريناه كيف يمكن أن تغير حياته، عندها لن يقوم بشيء سخيف مثل قطع خدمة الإنترنت. أعجبني. شكراً، أنا أقدر دعمك. تطبيق ضوء قوي للهاتف، سأحمله على الفور. إلى آخر الطابور. يا أبي، أتريد شيئاً يبعد الفكرة عن عقلك؟ لا، شكراً، هذا ما كنت أقوله. لا أستطيع تشتيت نفسي عن حبة القهوة. حسناً، لكن ليني في الداخل تجرب لون شعر جديد، ربما يطول الانتظار. هذا ليس شعراً أحمر، سأبدأ من جديد. لا بأس، ماذا لديك؟ المتزلجون الغاضبون، علينا أن نعبر نهراً ضخماً جارفاً، محاولين الهروب من موجة عملاقة. ليس مفيداً. افتح لنا يا لينكولن، سيحب أبي لعبتنا بالتأكيد. نقدم لك جولي هولو. تبني منزلاً جميلاً وتريه لأصدقائك. أوه، سأبني واحداً فيه أكثر من حمام. دورك يا أبي. ادخلي يا ليسا، فأنا أختار الجدران. أهلاً يا حلوة، أنا أحتاج رأيك، أي صورة أختار لنشرها؟ ما هو البديل؟ هذا أفضل ما لدي. لا تقلق، سأتولى الأمر. رائع. ما هو هذا السحر؟ سحر برامج التنقية، برنامج يسمى الأيام المشرقة. أبدو وسيماً، أيمكنني أن أريها لكوتارو؟ أو تنشرها على سويفتي بيك، إنه تطبيق تشارك فيه صورك مع الجميع. تمزحين. مدهش صحيح؟ ماذا فعلت؟ كيف استطعت أن تضع صورة من أيام حياتي الغريبة؟ خمسة إعجابات، ستبدأ بالانتشار. لا تشعري بالإحراج يا لوري، كل شخص يرفع صورا قديمة كهذه لا ضرر لها. ونشر. فعلاً؟ إذن ستحب رؤية هذا بالتأكيد. رمز بطل المرحاض؟ رمز لينكي والمرحاض المقزز؟ هذا لطيف، سأنشرها الثلاثاء القادم. أهلاً يا أبي، كيف كان يومك؟ مرحباً يا نجم البوب، أتود العزف؟ أحب ذلك، سأرسل لك كورساً موقعاً يا معجبة رقم 85. أهلاً أسرتي، متى وصلتم؟ أبي، ما رأيك لو تركنا هذه الأشياء لبعض الوقت؟ ساعدوني، ساعدوني، هل يسمعني أحد؟ ها أنتم، انقطع الاتصال. أشعر بالضعف. لم ينقطع، نحن قطعناه. ماذا؟ كيف هذا؟ كأنكم قطعتم عني أجهزة التنفس. اضطررنا لهذا، أنت مهووس بهذه الأجهزة. لنكن عادلين، هذا خطأنا من البداية، ونفتقد قضاء الوقت معك. صغاري، لم يكن لدي فكرة. ألف ألف جيم، أنا آسف جدا. لا بأس يا أبي. إذن أيمكن ترك هذه الأجهزة قليلا؟ بالطبع، لا مشكلة. لا أستطيع، لقد تعلقت بهذه الأجهزة كثيرا. اطمئن يا أبي، سوف نعمل على هذا معا. أنا سأحضرها. أبي، لا هواتف، كما أنه ليس لدينا خدمة إنترنت. آسف، أردت فقط أن أحمله. قمت بهذا مجدداً، لا تنظر إلى الأجهزة ولا حتى أجهزة الجيران. لكنه ربح صفقة الجوارب. أحسنت يا أبي، نحن فخورون بك. شكراً يا صغاري، أنا مسرور. من جائع؟ العشاء بعد قليل.